أكد وفد شعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في أعمال الجمعية العامة 46 بعد 100 للاتحاد البرلماني الدولي أن مملكة البحرين سجلت قصة نجاح برلمانية ودولية مشرفة اتسمت بالتميز والتفرد والتفوق من خلال احتضان المملكة لأكبر تجمع عالمي لرؤساء وممثلي البرلمانات والاتحادات البرلمانية. وأوضح الوفد أن مملكة البحرين تقدم النماذج السامية والصور المضيئة للقيم والمبادئ الراسخة في الاحترام والتعايش والتسامح والإخاء والمحبة لشعوب ودول العالم كافة. جاء ذلك في ختام مشاركة وفد الشعب البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى في اجتماعات الجمعية العامة 46 بعد 100 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة التي تركزت حول الموضوع العام تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة مكافحة التعصب، حيث شارك في الاجتماعات أكثر من 1700 شخصية برلمانية تمثل نحو 143 دولة إلى جانب المنظمات الدولية والاتحادات البرلمانية.